متجامع اليوم يقول يا الربع نبي نرحب نبي ايوه اسف نبي نمثل نبي نمثل ان حنا نرحب ركن اسهلي ونبي نسوي انفسنا ان حنا يا الربع ترى يوصلكم السلام ويقول اي والله العظيم اي والله ترى يقول يقول وصلوا سلامي وصل سلامي لاخوياك وابغى ترحيبه تليق بمقامه هذه بيعه المشكله هذه هو يقول وصلك هل فعلا الركن في حاجه انه يطلب من محمد جامع انه يسلم على اخوياه ويروح بوبي هذا عقلا والله انا اتوقع ان محمد جامع صدق محمد جامع مع علم الرجال طلع معكم جاي ويعد فقرته ولا هو في حاجه انه يجيب لها متسابق يقول تكفى رحبوبي الركن ثابت والركن واضح يكفي انه حاصل على لقب نجم الجمهور اخر من انجبت قناه واقع نجم جمهور راي كان السهل احسنت ما يمكن تنساها اصلا محمد بن جامع ما تدري خلينا نجي نشوف يمكن في تصفيه حسابات ما ادري جاهز محمد عاد درس محمد جاهز محمد اعتقد مو بجاي لان جاب العيد اعطونا محمد ارضي يتعشى ولا يروح اي شغل مايك يا اخواني شغل مايك يا محمد مرحبا ومسهلا شغل مايكك كيف شغل مايكك شغال مايك اول ما شغله شغل غريب غريب يا اخي المسابق ذا دائما مرحبا في مايكه الو صوت واضح محمد لبيك ارفعوا لي الصوت يا راشد ارفع لي الصوت عندي سماعه للسماعه مو بالحين ما بعد يا محمد بينك وبين ركان السهلي شيء بينه وبين شيء ايه لا بالله ما بين كل خير ان شاء الله حلو والفعل اللي انت سويته الحركه والله ما وحيك يا سلطان ما توحين يعني وحيت اللي قبل ثانيتين والحين ما وحيت لا صوتي يضعف شوي ما عليك ولا تتذكر اجابه لبيك تتذكر اجابه والله ما اسمعك ما اسمع ما سامعني يا راشد في مشكلة عند المتسابق او طيب يا محمد لبيه عندك مشكلة مع ركان السهلي لا بالله ما في شيء الحركة شو ممكن نصنفها هاي حركة اعطوني 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 مقطع محمد ورجعي طلبها ركان بالله قال تكفون ابي فقرتي هذه تلحيتي قويه قلت على خشني قال امانه وصل يا الحين ما بي تلحيتي تكون هذه لا لا هو يستاهل ايوه ابو حزام ايش رايك يا محمد وش رايك بالكلام اللي قلته انت لزملائك ايش رايك ها الكلام اللي قلته ايه ايش رايك فيه انت كلامي في شيء في شيء وش قلت انت الان بس ترسل رساله ان راكان متصنع والراكان لا واضح هذا اللي فهمته هذا اللي فهمته انا متاكد ان اصلا راكان ما قال لك شيء متاكد دقيقه سؤال اللهم صل وسلم هل راكان قال لك كذا ولا ما قال لك صل عندي اي ولا لا اللهم صل وسلم على محمد اي ولا لا اي راكان اي ولا لا ركان قال صار عندي بجاوب انا الحين طيب ايه ولا لا وش الجواب خلني اعطيك اللي عندي ايه ايه ولا لا لا ايه لا ليش تقوله طيب ليش تبهت ما تتهم خلني اجاوب الحين خلني اجاوب ما دريت ايه الصح ولا لا يا حزام الله قول الحقيقه بس يا حزام الله خليك لي خلني اجاوب الحين طيب وش تجاوب ايه ولا لا وش هي لا هل قال لك ركان ولا ما قال لك الرجال جاء قال عندي فقره الحين قابلك الرجال جاء قال عندي فقره الحين قابلك وانا بدخل ولا كذا في الساحه ذي ايه قابلك هو صادفنا هنا صادفك ايوه تفضل ايه؟ قال انا بدخل الحين علم خوياك ايه نبى الفقره تنجح غير ما قال انت ما قلت نبى الفقره تنجح وش قلت نبى تلحيم حار ايه راح بوبي تلحيمه قويه صح وابشر بالسعاده ركان وصلت العلم هذا كله طيب في مقدمين قالوا لك قبل كذا نفس الكلام كلمه فيها ايش ما فيها شيء الا فيها الرجال لا لا فيها هذه بيعه والرجال مبدع هذه بيعه ونجم جمهور وكفو لا لو انه نجم جمهور واثق من نفسه ما قال الكلام هذا هذا هو العنوان انت ترسل رساله الراكان متصنع الراكان لا, لا 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 يبحث عن الشو في نيتي يا سالم حزام وهذا اللي فسره الجمهور هذا كلام لسانك لا الك نيتك ولينيتي ما له دخل بالنيه هذا كلام قلته انت انت ترجع لساني الحين تقول ركان تصنع وانت توصل الجمهور كذا لا هذا الجمهور اللي يقول انت شبكنا في بعضنا الجمهور الرجال الان ركان مستاء وزعلان يقول محمد المطيري يبغى يخرب فقرتي من اول يوم وبياخذ شو لا ركان ما قالها شو جانا في الخيمه وش قال انت يا محمد المجامع
يا محمد جامع مرحبا ومسهلا. امين امين الراكان جاك، وامين انه قال لك انجح فقرتي، وامين انه قال لك رحبوبي ترحيب حار، وامين قال كل الكلام اللي انت قلته. يا سلام. تجي على الهواء وتقول راكان يقول، ولا المفروض تقول سلام عليكم يا اخوياي، العلم سلامتكم في فقرة بتجينا ذا الحين، الله الله فيها وعطوها حقها واجب عليكم. لا تروح تسلم راكان، تراك انت كنت في نسخة الراكان فيها متسابق. يا سلام يا اخي، ما هكذا الولاء، هذا هكذا الولاء. خويك حقه عليك تبيعه على الهواء، اخذ معي يوم كامل. ما منطقي يا محمد جامع يا اخي، انت تراك اخطيت عليه واسقطت على معلاء الركن، وترى الركن ما هو في عز تعزيزك ولا في عز الكلام اللي قلته، ضايع وطريقتك خطا. واتمنى انك تكون في فقرته في الايام القادمه زي الالف. هو محمد الله يصبحك بالخير يا محمد. مرحبا ومسهلا. هل انت يعني بينك وبين راكان تسويه حسابات؟ لا بالله، ما بين الكل طيب. طيب وانا اخوك يعني يعني هل من المعقول، هل من المعقول مقدم فقره بيطلب من متسابق رحبي تكفى؟ هذا ممكن ما عنده ثقه، بس بس مثل ما كان جماهيري كاريزما حضور مو بحاجه. يا محمد مناحي، انتم 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 نسخه تنتظرون الاملاء. اسمعني اسمعني، الله يرضى عليك، تنتظرون ما يملى عليكم رحبوبنا، ولا ما ترحبون ما تاخذونها برؤوسكم، انتم ما تاخذونها برؤوسكم. حنا بنرحب قال ولا ما قال؟ لا لا تقولها. طيب. انت ليه تقولها؟ انت ليه تقولها؟ كيف؟ انت ليه تقولها؟ انت لو انك انت لو انك يا رجال تقول والله بقولها. ليه اقولها؟ اي ليه تقولها؟ انت اول انت اول لا لا انت اول انت اول مداخلتك مع سالم بن حزام تقول لا ما قلتها، عقبه تقول لا واجهتها هنا. لا لا كلامنا كلام حبيبي، كلامنا مسجل موجود، ركز معي. كلام موجود الحين يا اخوي، كلام انت قلته موجود. يا يا محمد خلني ارد يا رجال، انا بعد ابيك يا رجال، انت ما عندك ثقه في ثقه في كلمتك، تقول لا وتقول ايه. اسمع انا اخوك انت وزملائك المقدمين لهم احترامهم، المقدمين لهم ثقتهم، ما هم جايينكم يقول رحبي ولا ما ترحبي. دقيقه دقيقه، والشيء ذا لكم انتم. لا خلاص تعلمني، بينكم وبين انفسكم. انا ما تبغى انا دقيقه لحظه. سالم 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 دقيقه دقيقه. شكرا يا صالح مكسر. كيف لا خلاص؟ شكرا يا ابو حمود. عفوا في وجهك يا رجل، احنا سبحان والله ما كنا يعني متصورين. مو بمحمد كان في النسخه فعلا اللي فيها راكان، وكان هو دخل يوم وزعل عليهم وطلع. الا شكرا يا ابو حمود. العفو يا رجال، هذا حقيقه، هذا حقيقه. اذا انت الان تنتقم من راكان، تنتقم من نسخه. لا 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 لا، والدليل راكان جاني زعلان. لا والله، وجاب صالح لا لا والله، قال البيعه هذه ما لها تفسير الا انها يبغى يسلمنا على ابو حزام. طيب محمد محمد محمد، سؤال سؤال. محمد ما رد عليك يا محمد. طيب لحظه، انا بخليك ترد. محمد قايد توقد يا محمد. محمد قل لا اله الا الله. حق المقدمين كلهم يمارسون هذا الاسلوب معكم؟ ها المقدمين كلهم يقول رحبوبنا؟ ايه كلهم يقول رحبوبنا؟ لا والله ما يعني انتم يعني انتم ما ترحبون الا بامر يا سلطان. انا ما اسمعك، انا ما اوحيك. انا كيف تقول ايه وانت ما توحيني؟ والله ما اسمعك انا. طيب كيف تقول ايه وانت ما توحيني؟ انت تربك الكلام بالكلام. ما ربطت، انا قلت المقدمين كلهم يمارسون هذا الاسلوب ويخلقون السيناريو معكم ولا لا؟ انت دور زلتي. انا اسالك لحظه، انت دور الزله، ما لها دخل الزله. انت دور الزله. انا اسالك تبيع شو يعني؟ محمد من جامع، محمد من جامع. انا اسالك شو منك، شو منك انت؟ ما مرت شكلك لو اشوفه مره ما عرفته. يا سلطان اسمي يا محمد جامع. انا اسمي ثقيل. ثقيل يا ابن الحلال، ما احد قال في اسمك شيء ثقيل ولا خفيف. حنا نقول المقدمين يقولون رحبوبنا او لا، ايه او لا؟ لا. طيب ليش اليوم انت تهكمت على ركان السهلي؟ ركان واجهته هنيا. طيب زين، ها يلا. قال هالفقره انا بدخل. طيب بلغ الشباب. ايوه نبى الترحيب وفقره تنجح. طيب هذا كامل صار. حلو. ان كان عاد ركان بيقول انا ما قلت عاد، هذا شيء يخصه. طيب حلو زين. حلو. اما ركان غالي علي انا. طيب يوم سحبت من بزنس والله اني موصي على، والمقطع موجود في اليوتيوب زين. طيب اما تفرقون الرجال عن بعض هذه ما يحتاج. طيب لحظه لحظه، صار عندي خليني اقول عندي. اما اقول عندي ولا بقول؟ يلا قل قل. انا اتكلم اليوم، قلت يا رجيب نرحب في ركان زين. حلو. وحتى شاركت رجيف القصيده ترحيبيه. حلو. انه يستاهل. حلو. والله العظيم اللي ما غيرها الله. طيب لو راكان ما قالها. طيب زين، هو مقدم كجديد في التقديم. طيب طبيعي انه يبي الفقره تنجح.
طيب انا لو اني مقدم الحين وادخل على الرياجيل بقول علم اخوياك يبغى فقره تنجح. ما تنجح للترحيبكم. لا عادي بقولها. ما تنجح للترحيبكم. سمي ابو حمود. يا محمد 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 عندك عندك يا محمد. لا 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 هل النجاح ما يجي الا بترحيبكم؟ كيف؟ هل النجاح ما يجي الا بترحيبكم؟ لا بس التفاعل فيه دقيقة يا صاحبي. فيها اسئلة يكون الجواب حقها تعليل وفيها اسئلة يكون الجواب حقها ايوه محمد يبلع عليك يبلع عليك. ترى فيها خصم. انت منك تلفت ورا تدور جواب عندهم. شلون؟ تدور جواب عند الربع اللي وراك. والله الربع ذولي اخواني اللي ما جلسوا في ذمتك. والله اني ما ولا اسم الثقيل وراه. وين الاسم الثقيل؟ وين الاسم الثقيل؟ الاسم الثقيل راه. الاسم الثقيل يبلع عليه. الاسم الثقيل يبلع عليه. والله العظيم ولا ما غير الله ان كلامهم يقديني. طيب قد حلو حلو دقيقه يا محمد دقيقه بس دقيقه خلنا ناخذها بعقلانيه. في صياح ظاهر بعقلانيه. طيب بعقلانيه هدوء شوف في فرق ان تقول خلونا ننجح فقره راكان. ما قلت خلنا ننجح. انا اصبر خلنا نتكلم. انا هادي الحين انا هادي. في فرق تقول يا شباب في فقره جديده خلونا نرحب به وننجح. هذه عادي ما حد يقول لك شيء. يقول بيض الله وجهك. يا سلام. بس مشكلتنا ما هي بينا يا محمد عشان نفهم. كنت افهم راكان يقول. انت تقول راكان يقول رحبوبي. تخيل الموقف. تخيل الموقف. محمد مناحي جاينا مقبل يكلم سلطان اسمه يقول يا سلطان خلوا بحزام يرحب بي ترحيبته قويه. مضبوط. انا وش بفهم الرساله؟ وش انا مو باثق من نفسه او ما احنا مرحبين. انا متصنع. انا المهم مرحبين الا لين يقال لهم انه نرجسي انه انسان عايش على الشو من يوم بدا البرنامج. كل هذه رسائل انت بثيتها للمتابعين بسبق اصرار وترصد منك لكي تسقط على فقره راكان اللي الان راكان مستاء جدا من الكلام هذا. تبي تفهم تبي تصدق هذا العلم اللي ظهر وانتهى. لا وغير كذا البيتين اللي محضرينها طبعا مستحيل تكون محض الصدفه. تفضل ابو محمد جامع. مرحبا ومسهلا. ابعرج على كلمه انت قلتها. قلت اني انا جيتهم وعشت معهم ليلتين ما ادري ليله في البزنس ويوم جيت اطلع منهم وصيت عليهم راكان. ليه راكان طايح لك توصي عليه ولا في حاجتك ولا 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 يعني ما خذاها الا بتوصيتك انت؟ تحب تصدر لا 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 انت رجال لا لا ما عندك ثقه بما تقول. ما عندك يا ولد. انت ما تعني ما تقول. انت ما تعني ما تقول. خابت هقاوينا يا ابو يا ولد اقسم بالله هقاوينا. كمل. ما في حاجه. انا مستمتع. فسر لي كلمتك يوم تقول وصيت عليها الربع. ما اللي وصيته؟ اجاوب الحين. اي وصيت من انت؟ اجاوب. علمني وصيت. ها ريحنا بسكوت خلينا نتكلم. وش ريحنا بسكوت؟ ولد 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 محمد بن جامع. لحظه يا محمد تادب شوي. انا متادب. من حضر تكلم. اسمع يا محمد بن جامع. من حضر تكلم. انت هنا اللي نقطره بسكوتك واقعد زين واسمع الكلام اللي يصلك ويتعداك. اما اعتبره ولا حط مايكك وتوكل على الله. وش اللي قعد زين تكلم زين؟ طلعوا لي محمد خلاص. انتهينا مع محمد. ما هذا ما هو باسلوب. طلعوا لي محمد. رساله لكل المتسابقين. اسلوبك ترى انت في خامس يوم يعني باقي لك ثلاث ايام يطلع برايم يمكن تكون انت احدهم. الاسلوب والاثر الطيب يعني في فقره نقد. خذ العلم خذ السؤال وجاوب. الله يرحم لي والديك. الحركات يدك تحطها من وراء راسك خلصته ترى غلط غلط مستحيل والله. لا وتأفف مستحيل يجيك لا تصميم ولا حتى الجمهور ما راح يحبه. اولا بيض الله وجهك يا ابو حمود. والله يا ابو مناحي انت قول له انا قادر وانا ما ارضى الكلام اللي يخطئ عليك بعيد ولا قريب. اولا والله لا لساني عند الصانع ارد عليك وقواليدي مغلقه وانا باللي يقال لي سكت نقط له بسكوتك. انت شفت ولكن احترام المشاهد احترام اللي ما يسمعنا. انت شفت انت رجال تقول انك اعلامي. في الاعلامي له لغه ما ادري لغته. فانت لا تمثل الاعلام بصله. انت شفت واما كلامك ذا فيدل على ما عندك رد معين. ما عندك ما تخبط ابو مناح. ما فيها شيء يقولون ابو حزام. ترى يا شباب ما فيها شيء. تقول انا ما عندي تعليق ما عندي اجابه. انا اعتذر على الفقره. انا اعتذر عنكم في الشروم. وتفضل ترى ما هي بهزيمه. الهزيمه انك تقعد بشكل غير جيد. نعم. وبشكل فيه قله حياء مع احترام للجميع. والثقيل واسمك ثقيل ما لها اي اثر. الرجال انا سب له نبزه ولا كنيه ثقيل ولا ها الثقيل يثقل حتى في منطوقه. بقول لكم شيء عشان بس سم ابو حزام عشان احنا اعطيناه اكثر من حاجه. محمد بن جامع حضر لمراجل على انه
الأول حضر بإرث ثقيل. وش الإرث؟ فتح له مساحة في تويتر، جاه 6000 مستمع بعد الحدث الشهير في البزنس 3. سلام. فالرجل جاء يعني محمل معه جمهور، يوم جاء ضرب المعترك في الميدان، لا معه ناس وحوش مثل ما قال فعلا نايف الأكلبي. تحية لنايف الأكلبي اليوم استعال. يمثلنا في أبو ظبي في مهمة يعني مهمة إعلامية لفقرة خذ العلم في أبو ظبي، مكلف فيها والله إن شاء الله ينجح فيها. الآن الرجل صدم صراحة، فهو مرتبك الآن محمد. أنا ما لومك، واضح واضح ما لومك. أنا لو أني مع النسخة دي أقول يا ولد النسخة وحوش، فعلا وحوش. لذلك أنت دائما محمد مطفي مايكك وكل شيء دن أول ما تجي تشغله. واضح أنك صدمت بالمشهد، صدمت بقوة البرنامج. ما أنت واثق، ما أنت واثق مشاركاتك، ما أنت واثق. بدأت تضربها يمين يسار، تشتت يا محمد، والله أنك مشتت. عد ورتب أوراقك من جديد، هد وضعك، ما فات شيء. لكن الخصم اللي عليك في المايك ترى واجد، لكن أنا ما ألومك صراحة. النسخة قوية، ولا تلوم القول إنها قوي، قوية النسخة يا الربع فعلا والله قوية يعني الصدق يعني. لكن بعضهم الهبد اللي ما له لزوم، خلنا نقول مثلا، خلينا الربع نضرب مثال بسيط بنسبة 1% مصداقية المثال هذا. إن ركان جاء لمحمد بحكم إنه أقرب له من اللي في النسخة كونه زميل له سابق وكذا، وقال رحبي أنت، أنت يوم هقى فيك رفيقك للهقوة، وش قام ما جيت عند هقوته، جيت على الهواء ترى حبي يعني يسمعوا يا اللي تابعونا راكان أنا متصنع. أني أنه رأي أني برحبه، أنه جايني، أنه أني أنا القوة. لا ما عندك شيء من القوة. تدري أبو مناحي أنا لو أني محمد بن جامع إيه؟ وأنا فعلا قلتها إيه؟ وأنا فعلا أنا والله بعلمكم صدق، أنا هالحين محمد بن جامع وأنا مخطئ وجبت العيد، وأنا جبت عيد إيه؟ بقول يا أخواني سبحان من الله الدوام، ابن آدم يخطي ويصيب. لا سيدي والله يزيها. اني جاهل وما زلت اتعلم وبموت جاهل، وابن آدم يموت جاهل ما وصل من العلم عتي. الله هذا يا اخواني هذا العادة. اعتذر من الركن، اعتذر من محبين الركن، اعتذر من فهموني اساءت التقدير. إيه سامحوني والله اني قلتها قصدي كذا، والظاهر انها فهمت كذا، سامحوني. ابليس ملعون. هذا الكلام الزين اللي تدخل علينا بقوله انك اخطيت، لكنك تجحد ثم عقبها تعترف، ثم عقبها ترد النظر لاخوياك بعد تقل ادب. انا وزن وثقيل تبعبوا الوزن والثقل يروح قطن تشتت على خيانة تشتت يا ابنبي متخبط. أول ما أبها مايكك انساه، ترى الرجال اللي شغل يطفي شغل يطفي، هذا من الواقعية بعيد. معناه أنك قاعد تتصنع أنك تبغى تطلع الكلمات الزينة، ما عنده ثقة ولا عندك رجل زين. خلا شغال لا يطفى إلا أعزكم الله جمهورنا وإخوان النقاد وإخوان المتسابقين، إلا قدك راح متغسل ولا راح لدورة مياه، مو بلازم بعد يطفي في دورة مياه. خلا شغال يا مسلم، خله شغال وايش واقعيتك، خليك صافي مو كذا يا اخوان. الله يعطيكم العافيه. المحور الثاني قبلتك ما تروح، قبلت تروح عشان ربها تروح تنسى ذي. تصدق اسالني قل ليش ما غردت عن ركان؟ ليش ما غردت عن ركان؟ عن فقرت ليش ما قلت ابدعت يا ركان؟ وفعلا ابدع ليش وغرته هو ركان؟ قال والله ما تغرد يا بس هذا شيء.